السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي ومادة التاريخ وأبليكيشن درس ومستر جمال الأسيوطي. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض المراجعات النهائية اللي هي الفصل الدراسي الأول 2021 نظام التابلت، وإن شاء الله الحلقة الثانية مع بقية الأسئلة والمراجعات. هنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة: التفاف الأنصار حول سعد ابن عبادة في بادئ الأمر جاء لأسباب، هل دينية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية؟ طبعا هتبقى الأسباب دينية، لأن خاف الأنصار على الدولة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يحفظوا كيان الدولة. ولكن بعد ذلك يا أولاد لما جه حضر سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وأبو عبيدة بن الجراح، هذا يدل على مدى صدق الأنصار، فبايعوا سيدنا أبو بكر الصديق بخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انطلقت الدعوة الإسلامية لنشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلح الحديبية، فتح مكة، حروب الردة. طبعا بعض يا أولاد حروب الردة، لأن بعدها بدأ سيدنا أبو بكر الصديق في توجيه الجيوش لفتح بلاد العراق وبلاد الشام. طيب بيقول لي قام أبو بكر الصديق بتقسيم الجيش الإسلامي المكلف بالقضاء على المرتدين إلى 11 لواء، وهذا بسبب: هل الحرص على إكساب المسلمين مهارات القيادة، الحرص على إرضاء القادة، الاتساع الكبير لحركة الردة، منع انتشار حركة الردة؟ يبقى طبعا يا اولاد بسبب الاتساع الكبير لحركة الردة لانها انتشرت في شبه الجزيرة العربية، والاماكن الوحيدة التي كانت في مأمن من الردة اللي هي مكة والمدينة والطائف. اتفق مسجد ضرار ودار الندوة في استخدامهم في العبادة، استخدامهم في الكيد ضد الإسلام، وجودهما في مكة، خطة فيهما لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا استخدامهما في الكيد ضد مين؟ ضد الإسلام. طيب تراجع الأنصار في اجتماع ثقيفة بني ساعدة وبايعوا أبو بكر الصديق على الخلافة أو للخلافة، مما يدل على: هل تواضع الأنصار، انعدام خبراتهم السياسية، الخضوع لرأي الأغلبية، الحرص على مصلحة المسلمين؟ طبعا الإجابة كانت الحرص على مصلحة المسلمين. قائد الروم في فتح أجنادين، هل الأرطبون، جريجيوس، هورمز، رستم؟ طبعا الإجابة الأرطبون، والأرطبون ده يا أولاد كان أحد قادة البيزنطيين أو الرومان، وده طبعا كان في موقعة أجنادين، كان قائد المسلمين عمرو بن العاص، وقائد الروم اللي هو مين يا أولاد؟ اللي هو الأرطبون. واستطاع عمرو بن العاص هزيمة الأرطبون في أجنادين، ثم هرب من أجنادين لكي يتحصن ببيت المقدس، وقبله برضو عمرو بن العاص وهزمه، فهرب بعدها إلى إلى مصر. من أهم المعارك التي انتصر فيها المسلمون بقيادة سعد ابن أبي وقاص على الفرس، هل القادسية، البويب، الراي، صبيطلة؟ طبعا كانت موقعة القادسية، ودي عارفين بعد أن قام الفرس بمهاجمة المسلمين في العراق واستعادوا جميع المناطق أو الأراضي التي كان أخذها خالد بن الوليد، فكان سيدنا عمر إن كلف سعد بن أبي وقاص أن يفتح بلاد الفرس، ومنها دخل موقعة القادسية وأصبحت العراق بعدها تابعة للمسلمين. استشهد قائد المسلمين نقط أثناء فتح نهاوند، هل خالد بن الوليد، النعمان بن مقرن، سعد بن أبي وقاص، عمرو بن العاص؟ طبعا كان القائد في معركة نهاوند اللي هو النعمان بن مقرن المزني، وده طبعا استشهد في هذه المعركة وأصبح وانتصر فيها المسلمين، وأصبحت بلاد الفرس مفتوحة أمام مين؟ المسلمين. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي: بدأت فتوحات بلاد العراق بإرسال القائد نقط إلى الكوفة بالعراق، هل سعد ابن أبي وقاص، عمرو بن العاص، عبد الله ابن أبي بكر،
خالد بن الوليد. طبعا في الوقت ده كان خليفة المسلمين هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فطبعا كان قائد المسلمين اللي هو مين؟ خالد بن الوليد. وطبعا استطاع خالد بن الوليد أن يفتح أكثر من نصف العراق في مدة بسيطة، ولم يجبر أحد على الدخول فين؟ في الإسلام. استدعاء خالد بن الوليد لاستكمال فتوحات الشام يدل على انتهاء خالد من فتوحاته في العراق، انتصار الروم على جيوش المسلمين، تمسك الخليفة بقيادة خالد بن الوليد للجيوش، أهمية وضع الخطط البديلة. طبعاً كان الإجابة أهمية وضع الخطط البديلة، لأن هنا بسرعة استدعى سيدنا أبو بكر خالد بن الوليد أن يتجه من العراق للشام لكي ينضم إلى الجيوش الإسلامية التي كانت هناك، واستطاع أن يهزم مين؟ يهزم الروم. بيقول لي امتدت حدود الدولة الإسلامية الغربية في عهد عثمان بن عفان لمدينة الفسطاط، برقة، سبيطلة، طرابلس. طبعا الإجابة هتبقى إيه؟ سبيطلة. بعد كده بيقول له عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا. قالها علي بن أبي طالب للخليفة عمر بن الخطاب عندما أرسل سعد بن أبي وقاص غنائم كسرى للخليفة، يدل ذلك على أن سعد اتصف به. هل الحكمة، العدالة، الأمانة، التسامح؟ طبعا يا أولاد كانت الأمانة. ليه؟ لأن هنا عندما فتح سعد بن أبي وقاص بلاد الفرس ودخل قصر كسرى اللي هو القصر الأبيض واتخذه مصلى، بعدها طبعا أرسل جميع الغنائم وسوار كسرى وتاجه إلى مين؟ إلى سيدنا عمر. فسيدنا علي بيقول له هنا بيقول له عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا، يعني أنت كنت عفيف اليد، ولو أنت أفسدت لهم فسدوا مثلك، ولكن إذا صلح الراعي صلحت الرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا يدل على مدى الأمانة التي اتصف بها سيدنا عمر، فانعكس ذلك على الرعية واتصف بها برضو مين؟ قادة المسلمين زي سعد ابن أبي وقاص وغيرهم. اضطر بطريرك بيت المقدس إلى الدخول في مفاوضات الصلح مع المسلمين بسبب هل الأهمية الدينية للمدينة؟ شدة حصار المسلمين للمدينة؟ هروب الأرطبون لمصر؟ فشل الروم في فك الحصار؟ طبعا الإجابة هتبقى شدة حصار المسلمين للمدينة، واستطاعوا أن يفتحوها، ولذلك فشل بعدها الروم في فك هذا الحصار، فبدأ استسلموا وفتح المسلمون بيت المقدس. ورفض بطريرك بيت المقدس أن يدخل في مفاوضات مع عمر إلا أن تكون مفاوضات مع الخليفة عمر بن الخطاب، ثم رحب سيدنا عمر بذلك وحدثت المفاوضات. ترجع أهمية معركة سبيطلة عام 27 هجرية إلى استئناف الفتوحات في شمال أفريقيا، اشتراك عدد من الصحابة فيها، استيلاء المسلمون أو المسلمين على حصون المدينة، تأمين الحدود الغربية للدولة. طبعا يا أولاد كان هنا تأمين الحدود الغربية للدولة. أول قائد مسلم واجه الروم من القادة التاليين هو عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، أسامة بن زيد، أبو عبيدة بن الجراح. كان طبعا أول واحد يواجه اللي هو مين؟ خالد بن الوليد. خرج محمد بن القاسم الثقفي عام 89 هجرية بجيش كبير لفتح بلاد هل الأندلس، الفرنجة، المغرب، السند؟ طبعا لفتح بلاد السند. من أهم قادة الفتوحات الأموية في بلاد المغرب محمد بن القاسم الثقفي، عقبة بن نافع، سعد ابن أبي وقاص، خالد بن الوليد. طبعا كان عقبة بن نافع، وطبعا يا أولاد بلاد المغرب فتحوها في عهد، وشمال أفريقيا فتحوها في عهد الأمويين، ففي ثلاث قادة كان منهم عقبة بن نافع، ثم حسان بن النعمان، ثم موسى بن نصير، وفتحوا شمال أفريقيا بأكملها، ثم واصل بعد ذلك موسى فتح بلاد الأندلس.
بعد فتح الأندلس تم نقل عاصمة الأندلس إلى قرطبة، طليطلة، إشبيلية، غرناطة. طبعا نقل المسلمون العاصمة إلى قرطبة. بعد كده بيقول لي تمكن المسلمون من فتح شرق الأندلس بقيادة موسى بن نصير، طارق بن زياد، حسان بن النعمان، عبد العزيز بن موسى. طبعا يا أولاد شرق الأندلس فتحه عبد العزيز بن موسى. ليه؟ أول من فتح بلاد الأندلس هو طارق بن زياد، أرسله موسى بن نصير على رأس قيادة الجيش، ثم هزم القوط، ثم دخل الأندلس وهزمهم مرة أخرى في موقعة شاذونة، ثم بعد ذلك دخل بعده موسى بن نصير واتخذ طريق مغيرا غير الذي أخذه طارق بن زياد، وفتح عدة مدن ومنها مدينة إشبيلية. ثم دخل عبد العزيز بن موسى بن نصير إلى بلاد الأندلس واستطاع أن يفتح شرق الأندلس، ولكن فشل المسلمون في فتح الشمال الغربي لبلاد الأندلس بسبب قسوة المناخ ووعرة طرقها. طيب بيقول لي اختيار حسان بن النعمان لأقباط مصر للمشاركة في إنشاء ميناء تونس يدل على انتشار أقباط مصر في الدولة الإسلامية، مساعدة أقباط مصر في فتح أفريقيا، تقدير المسلمين لأهل الخبرة، المهارة التجارية لأقباط مصر. طبعا ده بيدل على تقدير المسلمين لأهل الخبرة. من وصايا الخليفة عبد الملك ابن مروان لابنه مسلمة قال كن يا بني بالمسلمين بارا رحيما وأميرا حليما ولا تكن عنيدا كفورا. الوصية تحث القائد على المروءة، الحزم، الصدق، التواضع. طبعا بتدل على مدى إيه؟ التواضع. توقفت حركة الفتوح الإسلامية في عهد علي ابن أبي طالب لأسباب اقتصادية، سياسية، اجتماعية، دينية. طبعا لأسباب سياسية، وهي بعدها فتنة مقتل عثمان بن عفان والخلاف الذي حدث بين معاوية ابن أبي سفيان وبين سيدنا مين؟ علي. وطبعا يا أولاد دي هذه فتنة لا يجب أن نتكلم فيها أو نخوض فيها، كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز هذه فتنة سلمت منها أيدينا، لابد أن تسلم منها ألسنتنا. طيب إشراك الدولة الأموية للبربر في الفتوحات الإسلامية يدل على رغبة البربر في هجرة أراضيهم، رغبة البربر في الحصول على الغنائم، حرص الدولة الإسلامية على مبدأ المواطنة، حسن إسلام البربر. هتبقى الإجابة حرص الدولة الإسلامية على مبدأ المواطنة. استقرار الحكم الإسلامي في بلاد المغرب والقبائل العربية بجوار القبائل البربرية يؤكد على كراهية البربر للروم، عدالة الحكم الإسلامي، فرض المسلمين للنظام، تأكيد مبدأ حرية العقيدة. طبعا ده بيدل على مدى عدالة الحكم الإسلامي. طيب انتشار أخبار انتصارات القائد محمد بن القاسم في بلاد السند حتى وصلت أخبارها لدمشق يدل على النجاح الكبير الذي حققه، دخول بلاد السند في الإسلام، اتساع مساحة الدولة الإسلامية، تطور نظم الاتصال في الدولة الأموية. هتبقى طبعا النجاح الكبير الذي حققه. عدم سيطرة المسلمين على كامل بلاد الأندلس يرجع لأسباب عسكرية، اقتصادية، سياسية، طبيعية. طبعا أسباب طبيعية ليه؟ بسبب قسوة المناخ ووعورة طرقها. اعتمد العباسيون على القائد الفارسي في إقامة دولتهم، هل قتيبة ابن مسلم، أحمد ابن طولون، أبو مسلم الخراساني، إبراهيم ابن الأغلب؟ هتبقى الإجابة طبعا أبو مسلم الخراساني. اعتمد العباسيون في إقامة دولتهم وفتوحاتهم على عنصر، هل العرب، البيزنطيين، الترك، الفرس؟ طبعا الفرس. ليه بقى يا أولاد؟ لأن هنا الدولة الأموية في العصر العباسي الأول
قامت دولتهم على أكتاف الفرس، وفي العصر العباسي الثاني اعتمدوا على الترك. ليه؟ لأن في العصر العباسي الثاني كان المعتصم بالله أم تركية، فأصبح قيادات الدولة والوزراء منين؟ الترك. أحرزت دولة الأغالبة إنجازا حربيا بفتح جزيرة صقلية على يد القائد قتيبة بن مسلم، أسد بن الفرات، أبو مسلم الخراساني، محمد بن القاسم الثقفي. طبعا الإجابة تبقى أسد بن الفرات. من الدول المستقلة في إقليم خراسان الدولة هل الزيدية، الأدارسة، الصفارية، الحمدانية؟ طبعا هتبقى الدولة الصفارية. تأسيس الدولة العباسية بعض الدول المستقلة في المشرق والمغرب الإسلامي جاء لأسباب دينية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية. طبعا أسباب إيه يا أولاد؟ سياسية. أظهر حكام الدول المستقلة الولاء للدولة العباسية في العصر العباسي الأول بسبب هل ضعف حكام الدول، حكام هذه الدول، صلة القرابة مع العباسيين، قوة وسيطرة الخلفاء، المكانة الدينية للخلفاء؟ طبعا تبقى الإجابة قوة، وطبعا هنا أظهر حكام الدول قوة وسيطرة الخلفاء. وصلت فتوحات الدولة العباسية إلى جنوب أوروبا على يد الدولة الحمدانية، الدولة السامانية، دولة الأغالبة، الدولة الغزنوية. طبعا الدولة دولة أولاد الأغالبة اللي هو مؤسسها إبراهيم بن الأغلب الذي كان في بعدها استطاع أسد بن الفرات إن هو يفتح جزيرة صقلية. كان خروج الخلفاء العباسيين بأنفسهم لحرب الروم بسبب رغبة في توسع حدود دولتهم، إشعار الروم بالقوة العسكرية للمسلمين، خطورة هجمات الروم على مناطق الحدود، الأهمية الاقتصادية لمناطق الحدود مع الروم. طبعا ده إشعار الروم بالقوة العسكرية للمسلمين. أتاح اتفاق البقط الذي عقده عبد الله بن سعد بن أبي السرح مع أهل النوبة فتح أبواب النوبة أمام التجار المسلمين. في ضوء النص السابق وضح اهتمام المسلمين بفتح النوبة يعود إلى هل أهمية منتجات النوبة للمسلمين؟ أن النوبة مدخل للقارة الأفريقية، تسويق بضائع الدولة الإسلامية، نشر الإسلام في بلاد النوبة. طبعا الإجابة هتبقى إيه يا أولاد؟ نشر الإسلام في بلاد النوبة. طيب قال الوليد ابن عبد الملك لقائده موسى بن نصير خذها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنها. في ضوء النص السابق كان هدف الخليفة الوليد بن عبد الملك هل الحرص على سلامة جنود المسلمين، الحرص على استكمال الفتوحات الإسلامية، فتح جزر البحر المتوسط، إنشاء قواعد بحرية للأسطول الإسلامي؟ طبعا ده بيدل على مدى الحرص على سلامة جنود مين يا أولاد؟ المسلمين. طيب أكثر الفتوحات الإسلامية التي ظهر بها إصلاحات اجتماعية في عهد الدولة الأموية فتح بلاد ما وراء النهر، الأندلس، السند، النوبة. طبعا هتبقى الإجابة اللي هي فتح بلاد الأندلس. توقفت حركة الفتوحات الإسلامية في عهد علي بن أبي طالب لأسباب تتعلق به القوى الخارجية، الأزمات السياسية، الأزمات الاجتماعية، الأزمات الاقتصادية. طبعا هتبقى الأزمات يا أولاد السياسية. أول القادة المسلمين التي تركت جيوشهم القارة الإفريقية هو القائد عبد الله بن سعد بن أبي السرح، طارق بن زياد، عمرو بن العاص، حسان بن النعمان. طبعا عمرو بن العاص لأن أول حاجة فتح مصر. توقفت توسعات الأمويين عند أبواب الصين الغربية بسبب ميل الدول المجاورة للمسالمة، الظروف الجغرافية الصعبة، التحالفات السياسية،
ضعف الدولة الأموية. طبعاً الإجابة ميل الدول المجاورة للمسالمة، لأن ملك الصين يا أولاد خاف أن يدخل في صدام مع المسلمين، فطلب الصلح، فعقد الصلح بينه وبين قتيبة ابن مسلم. ثاني القادة المسلمين الذين تركت جيوشهم أبواب القارة الأوروبية كان القائد طارق ابن زياد، عبد العزيز ابن موسى، عبد الرحمن الغافقي، موسى بن نصير. طبعا كان يا أولاد موسى ابن نصير. من الدول المستقلة التي كان لها دور ماشي واضح في الفتوحات البحرية الإسلامية الدولة الصافرية، الدولة الغزنوية، دولة الأغالبة، دولة الأدارسة. طبعا هتبقى دولة يا أولاد الأغالبة. ظهرت قوة الدولة الأموية في فتوحاتها عندما وصل عقبة بن نافع إلى المحيط، تم فتح النوبة، انتصروا على حاكم سبيطلة، طلب ملك الصين الصلح معهم. هتبقى الإجابة طلب ملك الصين الصلح معهم. أيقن هرقل فقدان حكمه على بلاد الشام بعد معركة أجنادين، نهاوند، بيت المقدس، اليرموك. طبعا بعد اليرموك. بعدها حمل الرسول صلى الله عليه وسلم الحجارة على كتفي صلى الله عليه وسلم، وشارك في بناء مسجده في المدينة. في دون عبارة السابقة ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم عند بناء المسجد يؤكد على قيمة العدالة، المساواة، المواطنة، التراحم. طبعا يدل على مدى إيه؟ التراحم صلى الله عليه وسلم. نجح المسلمون في تحطيم نفوذ الروم في بلاد الشام على يد القائد سعد ابن أبي وقاص، أسامة ابن زيد، خالد ابن الوليد، النعمان ابن المقرن. طبعا خالد ابن الوليد. بكده يا أولاد يبقى وصلنا لنهاية حلقتنا، وطبعا في النهاية عاوز أقول لكم لازم نحل كتير ونتدرب على النظام الأسئلة الحديثة عشان نعرف نحل في الامتحانات. وطبعا إلى اللقاء في حلقة قادمة. كان معكم مستر جمال الأسيوطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.